السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي سلسلة جديدة سوف نستعرض فيها الاي في والمميزات الاي في، وهل الاختلاف عن الاي في يضمن اننا نشتغل بالاي في المشروعات القادمة. اولا، الفرق الجوهري بين الاي في والسايكلز ان السايكلز ريتريس انجر انجن، اي محرك حقيقي او بيعطي نتائج حقيقية، لكن الاي في ريال تايم، بمعنى ان هيكون الفرق شاسع في وقت الرندر. هذا الدرس هنقسم إلى نقطتين. أولا هنتحدث عن الماتيريال، هيكون درس بسيط جدا، وثانيا هنتحدث عن الشادو واللايت. خلينا نذكر ان في هنا يوفي سفير، بالطبع يكون في بوينت لامب، ولكن هنا من هذه النقطة بيتم استخدام الفيو بيرت شيدنج. فإذا اللايت ممكن يتم زيادته بدلا من 10 واط، هيكون وليكن احنا حاليا في الإيفي، بدلا من 10 واط هيكون هنغير الكم وليكن هتكون 50. أولا وليكن بلاستيك ريد. فأولا مثل السايكلز يتم اختيار الماتيريال كالتالي، أو ممكن ميتاليك. طيب أولا ده كده الإيفي، خلينا نغير للسايكلز. طبعا السايكلز اكتر واقعيه، لكن الايفي طبعا مقبول نسبيا مع بعض التعديلات اللي هتم ذكرها الان. مبدئيا من احد الكسور او احد العيوب في الايفي انه الاميشن شيدر لا يعمل فقط، يعني احنا لو قلنا ان في اوبجكت معين سواء كان بلين او سفير او كره معينه، ده مش ميشن ده يشع ضوء او اميت لايت، ده كده هذه الخاصيه لا تعمل حتى الان في ايفي. ممكن بعد ذلك يتم اضافتها، لكن حتى الان لا تعمل. لكن في سايكل طبعا ده الخاصيه دي موجوده منذ فتره. لو خلينا نجرب هذا الموضوع، نقول ان السترنس الاميت ميشن هيكون هكذا. طبعا ما فيش اي قيمه، يعني هنا ما فيش اي الاميشن هيكون باللون وليكن الازرق، ما فيش اي قيمة. لكن لو في سايكلز، خلينا نحاول تجربة هذا الموضوع في سايكلز، طبعا في الميت لايت كالتالي. يبقى اذا استخلصنا من هذه المعلومة ان الاميشن لا يعمل في ايفي. النقطة الثانية، الالفا تعمل بالفعل. الالفا هذه الخاصية احنا بنستخدم بوينت 2.9، المفترض ان الالفا موجودة هنا. طيب هي تعمل بالفعل، لكن بشرط هنذهب هنا في الماتيريال وفي السيتنج البلند مود هيكون الفا بلند. هو ايه الالفا؟ هو الاوباستي او الشفافية للأوبجكت، كده يكون شفاف بنسبة 100% غير موجود بالمرة. هكذا ممكن نقول انه موجود بنسبة 20%. طيب ممكن طبعا شو باك فيس، هيظهر
الجزء الخلفي في الأوبجكت هيظهر زي ما نذكر ال هو الباك فيس بمعنى يعني الجزء الخلفي للعنصر. ثالثا وطبعا سكرين سبيس ريفليكشن دي لو كان العنصر لو كان العنصر فيه زي ما بنقول ان هو فيه لمعان هو يظهر في المثل. طيب دي كانت النقطة الأولى. النقطة الثانية في الشادوز. طيب عشان انفعل الشادوز دي كانت النقطة الثانية في الدرس. انفعل الشادوز بطريقة بسيطة جدا. أول حاجة في اللايت. طيب أولا هختار الأوبجكت الشادوز. هنقول إن هو في كونتاكت في شادوز بالفعل. ده كده هيشع أو هيظهر شادوز. لو لغينا هذه النقطة مفيش شادوز لهذا العنصر. طيب خلينا نلغي هذا العنصر ونقول إن في كيوب سكيل بوينت ون. طيب اخترنا اللايت وقلنا ان في شادوز بالفعل يظهر. هيظهر لللايت شادوز. خلينا هنا وليكن 500 واط. جي اف زي يبقى بالفعل في عندنا شادو او ممكن في كونتاكت شادو. هو الشادو بيكون ما بين السطح وما بين الأوبجكت. هيظهر كالتالي. طيب ايه ثاني؟ الجزء الثاني اللي متحدث فيه او متحكم فيه في الشادو هو من هذه النقطة هاي بيت ديبس. ده بيكون الشادو بجودة اعلى. هنا الماب هيكون وليكن 2K. طبعا هنا بيزود الميموري. يعني لو بنستخدم عنصر في تفاصيل كثيرة فإذا هيزود الميموري. ولو السين معقد فديت نخلي بالنا منها ان هيكون وقت الريندر هيزيد وهيستهلك ميموري اعلى. والسوفت شادوز هنا هارد وهنا تبقى سوفت شادوز. اعتقد دي كده احنا غطينا جزء اللايت والشادو. في الدرس القادم بإذن الله نتحدث عن الديبس اوف فيلد.